ان هو يركز في عمله. لو خدت روي فيت حبيبي، لو خدت روي فيتوريا ونزلتوه قطاعات الناشئين بتاعت الانديه وشغلتوه بمهام غير مهامه الرئيسيه في اداره المنتخب الاول، هيفشل. هيفشل لان في الاخر البني ادم لازم يركز في شغله بس. ممكن تستغل وجوده هو ميكالي ان هو يدي بعض الحصص وبعض الكوتشنج، يعني بعض الدروس او الكلاسز للمدربين في تطويرهم وتعليمهم، ولكن لازم ان هو يتفرغ للعمل كمدير فني للمنتخب الاول. تاني، انا بتكلم في بعض النقاط وبعض الحاجات عباس اللي انا في وقتها لما بتكلم فيها الناس بتفتكر ان هي مش مهمه، ولكن الزمن بيثبت ان احنا ما بنضيعش دقيقه في البرنامج الا ما تكون هادفه وان هي تكون لمصلحه الكره المصريه. وبقول للمسؤولين في الاتحاد المصري كلهم اصدقاء اعزاء وباكد الكلام ده كله، بقول لهم احنا منتظرين، احنا بندعمكم والغرض من كلامنا في الاساس هو ان انتوا تتحركوا، ولكن ان لم تتحركوا احنا هنتحرك، لان احنا بالنسبه لنا مصلحه مصر ومصلحه الكره المصريه اهم من علاقتنا باي شخص. اكيد طبعا. كمان في تغذيه ثانيه على عدم تحمل بعض اللاعبين للضغوط يا كابتن حسام، وذكرت تحديدا مروان محسن واوباما في وقت سابق. لا يعني ما ذكرتش اسماء من اوائل الناس اللي اتكلمت على القصه يعني دي. بص، في طبعا في قسوه، بعض من القسوه وبعض من الحملات الممنهجه على بعض اللاعبين، ده ما فيهوش كلام. ولكن هي دي كره القدم. هو ليه لعيب الكره بياخد ملايين؟ سؤال يعني، لما يكون لعيب الكره لعيب مثلا بياخد 15 مليون جنيه او بياخد 700,000 دولار في النت في السنه في الدوري المصري ومش قادر يتحمل الضغوط وبيشتكي، طب بتلعب اللعبه ليه؟ روح اقعد في مكتب في بنك، شغلانه محترمه جدا، البس بدله وكرافته وقابل الكلاينتس بتوعك وافتح حسابات للناس وشغلها لهم وبتاع واشتغل من غير اي ضغوط كده، اللي هي الضغوط ما بينك وبين مديرك بس وزمايلك. انما انت بتلعب كره في اعلى مستوى ومش قادر تتحمل الضغوط وبتشتكي، مش فاهم ايه الكلام اللي بيتقال النهارده في التلفزيون، حرام عليكم، سيبوا الوقت في حاله. مش الكلام مش على شخص واحد بس، على الناس كتير. ده دي بقت موضه، لعيب بيمشي يقول لك انا نفسيتي تعبانه. معلش معلش، مع احترامي، فين شفنا الكلام ده في الكوره قبل كده؟ في الكوره لعبه ضغوط، لازم ان انت تعرف تتعامل مع الضغوط، لازم ان انت تفصل نفسك عن عيلتك وعن اهلك وتفصل نفسك عن الانتقادات لغايه لما تقف على رجلك مره تانية. لازم تستغل الانتقادات دي في النهايه تكون البنزين بتاعك في ان انت ترجع وتقف على رجلك مره تانية. انما حملات التعاطف لبعض اللاعبين انا في رايي ان هي يعني شيء يعني مخزي، طالع من ناس ما عندهمش اي فكره ايه المعنى الحقيقي لكره القدم، وليه لعيب الكره عن غيره هو اللي بيتقاضى ملايين من الدولارات ومن الجنيهات. ليه؟ عشان يقدر يتعامل مع الضغوط النفسيه اللي بيمر بيها. كلنا واحنا بنلعب مرينا بضغوط كبيره جدا، سواء على مستوى الانتقالات، رحيل من انديه، اصابات، شجارات مع مدربين، شجارات مع رؤساء انديه، ايا كان ايه اللي بيحصل. لكن الحمد لله في كل مره، الكلام مش على ميدو بس، الكلام على كل الناس اللي لعبت كوره، كنت بتقف على رجليك مره ثانيه. بتقف على رجليك، ما فيش حد فينا كان بيعيط وبيروح يشتكي ويقول اصل الناس بتهاجمني، اصل انا معمول عليا حمله. لا، لازم اللعيبه تفهم ان ما فيش حد هيتعاطف معاك، ده بالعكس الناس هتقول لك ان انت راجل، انت ربنا اداك كل النعم وانت راجل مش عارف تستغلها ومش عارف تتعامل مع الضغوط. الافضل ان انت تشتغل شغلانه ثانيه وادي فرصه ومساحه وسبوت لواحد تاني يكون عنده الطموح وعنده القدره على التعامل مع الضغوط في ان هو ياخد مكانك وينجح ويشتغل.